العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية علاقات وطيدة ومتينة تنامت بفضل إرادة قادة كلا البلدين الشقيقين وتوافقاتهم الكبيرة في مختلف الملفات والقضايا الإقليمية والدولية. التجانس والتوافق العميق للعلاقات المتينة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة انطلق من ترابط وثيق يجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالحب والتآخي والتفاهم الكبير في مختلف المجالات. فالمواقف السياسية الثابتة لكلا البلدين أثبتت أسلوبا فريدا للانسجام بين الدول، بل ورسخت مفهوم التعاون والتآزر بين الأخوة بعمقه الحقيقي، وذلك لكونها ترتكز على أساس تاريخي رصين ومتين أسس له حكام البلدين الشقيقين وفق ثوابت الدين والعروبة والأصالة التي لطالما ميزت هذا التجانس والتقارب بين البلدين. هذا التوافق بين المملكتين أسس لقاعدة صلبة من الخبرات المتبادلة والاستراتيجيات المتناغمة التي قام عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة كلا البلدين، والتي تتجسد اليوم بإنجازات عظيمة وازدهار مشهود وطموحات رائدة تجعل من المنطقة محط أنظار العالم أجمع. العاصمة المنامة والعاصمة الرياض تشهدان قدرا كبيرا من التنسيق الرفيع والتفاهم الواسع في المواقف والقضايا الإقليمية والدولية الهامة والتي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية التي لطالما حفظت للمملكة مكانتها الرفيعة ودورها الاستراتيجي في الدفاع عن قضايا الأمة وصيانة مصلحتها المشتركة. القرب الجغرافي وما يجمع البلدين من روابط الدين واللغة والتقاليد والنسب خلق أجواء من التناغم الكبير والتقارب الوثيق الذي بات ينعكس بجلاء على قرارات كلا البلدين وسياساتهما وتفاهماتهما التي وصلت إلى مراحل متطورة قل نظيرها في المنطقة، وهو ما أكدت وتؤكد عليه الزيارات الرسمية المتبادلة بين ملوك وأمراء ومسؤولي البلدين الشقيقين على مر التاريخ.